واسهل طرق الهجره لكندا هي فيزا السياحه اللي انت بتجيبها. وقلنا الفيديو ده، وقلنا في الفيديو اسرع واسهل طرق الهجره لكندا فيزا السياحه. ايوه دي اسهل واسرع طرق الهجره. اللي انت جاي بيها دي. بس عايزه تخطيط، عايزه بلان، مش عايزه ان انا ارمي روحي في البحر وخلاص واقول ربنا هينجيني. كندا، ماذا يحدث في كندا لو انت واحد من الناس اللي مهتمين بالسفر والهجرة لكندا؟ الفيديو ده ليك انت ويهمك كتير قوي. هنقول لك احداث كتيرة بتحصل في كندا، هنقول لك تطورات كتيرة في الاونة الاخيرة، هنقول لك حاجات فعلا هتفيدك. خليك معانا وكمل الفيديو للنهاية وان شاء الله هتستفاد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اخوانيكم جميعا، رب تكونوا بخير اينما كنتم في كل مكان وفي اي وقت. كندا، احداث كندا، ماذا يحدث في كندا؟ فيديو مهم جدا اتكلمنا قبل كده. قبل ما ادخل في تفصيل الفيديو، ما تنسوناش باللايك والشير، والناس اللي مش مشتركه في القناه يا ريت يشتركوا. اللي ما يعرفنيش، انا ايهاب بوب في كندا، عندي فيديوهات، عندي جروب الحياه والناس في كندا، صفحه الفيسبوك ايهاب بوب. اشتركوا في صفحه الفيسبوك، اشتركوا في الجروب، هتستفادوا كتير جدا جدا. خلينا ندخل في الموضوع بسرعة ونتكلم عن الأحداث اللي اتكلمنا عنها فيديوين قبل كده، وممكن نتكلم 10 و20 فيديو ومش هنخلصها. أحداث لا تسر عدو ولا حبيب، أحداث غريبة لأول مرة بتحصل. بتكلم مع ناس بقالها 40 وأكتر من 40 سنة هنا في كندا، بيقولوا لي نفس الشيء. أنا واحد بقالي 20 سنة ما شفتش الأحداث دي. ناس كتير قوي مش لاقي عمل، ناس كتير قوي مش لاقي سكن. السكن اللي كان كل واحد هنا بيقعد في شقه لوحده، يعني كل واحد كده بيبقى عازب وقاعد في شقه لوحده ولا همه. تيجي تقول له ما تاخد حد معاك يساعدك في الايجار، يقول لك لا يا عم انا كده تمام قوي وعايش لوحدي ومبسوط. دلوقتي الشقه ممكن بيقعد فيها ثلاثه واربعه شباب مع بعض، عملنا زي نيويورك بالظبط، ما بقاش في حد قاعد لوحده، الناس بتساعد بعض. واللي قاعد لوحده دلوقتي مش بيجيب حد يقعد معاه بس عشان انه يساعده في الايجار، لا ده عشان يساعد الشخص ده لانه مش لاقي سكن. لان عرفنا كتير ان ناس كانت بتروح تنام في المساجد، وناس كانت بتروح تنام في اي مكان. المهم عايز اقول لك ان انت اتكلمنا في نصايح قبل كده، وقلنا لك نصايح، وقلنا لك تعمل ايه وانت هنا، وقلنا اضعف الحلول او اخر الحلول انك انت يكون عندك ليميت معين كم شهر، وما لقيتش الامور احسن حاجه بترجع وتعاود تاني. نقدر نقول عليها استراحه محارب. يعني انت مثلا الدنيا ما مشيتش معاك، ما فيهاش حاجه، لما ترجع. انا بعرف ناس رجعت وبيشوفوني دلوقتي وهم متابعين اوائل ليا، متابعين جيدين ليا، وبيشوفوني وفي اللي قعد شهرين، وفي اللي قعد ثلاثه، وفي اللي قعد اربعه ومشي. ليه؟ قال لك عودة أخرى. خلاص مش ماشية معاك، مش موفقة معاك، يبقى أنت بتستعد لرحلة أخرى. وده قلناه، كنا بنقول عليه أضعف الحلول، لكن ناس كتير خدت بيه الفترة الأخيرة. ناس كتير خدت بيه ورجعت، وهترجع العام القادم، الصيف القادم هنرجع نقول لك استمدينا من أضعف الحلول ده، استمدينا منه أحسن الحلول وأقوى الحلول. إن أنت تقدر تعمل إيه؟ أنت أول ما بتاخد الفيزا بتاعتك، أول ما بيبعتوا لك ابروفد الفيزا بتاعتك، يقول لك ابعت لنا الباسبور عشان انت هنديك الفيزا. انت قبل ما تبعت لهم الباسبور، انت بتجري جري على الشنطه بتاعتك، وتجهز الشنطه، وتاكد الحجز الطيران، وتروح تسلم على اهلك عشان انت خلاص رايح كندا. رايح كندا ومش عارف انت رايح كندا لمين، ورايح عند مين، ورايح فين، ورايح انهي مدينه، وانت ما تعرفش اصلا مدن كندا. وده اكبر غلط معظم الناس اللي جت وقعت فيه، اكبر غلط فعلا معظم الناس اللي جت وقعت فيه. وهو الفيديو بتاع النهارده بتكلم بس في النقطه دي. انت ليه مستعجل؟ انت ليه مستعجل؟ انت واخد فيزا بخمس سنين، وممكن بسبع سنين، او حتى بثلاث سنين. انت براحتك خالص، انت براحتك خالص. اول ما يبعتوا لك ابروفد انت خدت الفيزا، بدل ما استعد وجهز شنطه السفر، وجهز ان انا بسلم على اهلي وبودع اهلي وحبايبي، لا اجي على اللابتوب وافتح وادور بقى على شغل. انا راجل بقيت في كندا، انت خلاص بقيت في كندا، تدور وانت عندك، تدور وانت في تونس، وانت في المغرب، وانت في الجزائر، وانت في مصر، وانت في العراق، وانت في سوريا، وانت في لبنان، في الخليج، في السعوديه، في الكويت، قطر، كل البلاد، وانت في اي مكان ابدا ادور، ابدا اتواصل مع ناس،
ادور على سكن، ادور على علاقات، اتعرف على ايهاب واحمد وجورج وعيسى ومحمد، اتعرف على ناس جديده، اعرف ناس هتقابلني، اعرف ناس هتستقبلني، اعرف ناس هتحتويني، وشغل ابدا ادور. لاني قابلت ناس هنا من كتر معرفتي بالناس ومن كتر علاقاتي بالناس والناس اللي هي بتبعت لي والناس اللي بتواصل معاها واللي بكلمها واللي بروح اشرب معاها قهوه وبقابلهم، لقيت في ناس كتير قوي ماشيه بالنظام ده وما كناش عارفين عنهم حاجه لانهم جوهم واشتغلوا وعملوا عقد عمل وزي الفل، عشان كده ما توصلوش مع ايهاب. بس انا اتعرفت عليهم عن طريق اصدقاء هنا. ايه يا عم انت جيت ازاي؟ يقول لي انا جيت تاني يوم كنت جاي بمضي عقد العمل وبمضي وبشتغل. ازاي؟ يقول لي ما انا وانا في بلدي كنت عامل كونتاكت ومخلص الدنيا تمام التمام. فاحنا بننصح الناس بالحاجه دي، انت ما تستعجلش على السفر، انت خد شهر واثنين وثلاثة واربعة وانت معاك الفيزا ومطمن ان عندك فيزا. دور على اصدقاء، دور على سكن، دور على ناس تقابلك، ناس تنصحك، دور على شغل، على عمل، على عقد عمل، دور على كل ده، دور على الحاجات دي كلها. ان لقيت حاجتين منهم تعالى، ممكن هتلاقي كلهم ان شاء الله، هتلاقي كلهم مع الصبر ومع انك انت تدور هتلاقي كلهم. لان انت اذا فتحت جوب بانك بتدور في الموقع الرسمي للعمل في كندا، كتير قوي حاطين لك انك انت احنا هنقبلك بس لو انت في كندا. انت بقى هترسلهم في الوقت ده، انت راجل في كندا، انت قاعد في المغرب بس انت هترسلهم على انك انت في كندا، او قاعد في مصر او قاعد في الجزائر بس انت بتخاطبهم على انك انت قاعد في كندا، تقول لهم انا جاي اركب طياره واجي لكم بكره، لو موافقين عليا اجي لكم بكره، اجي اعمل انترفيو معاكم بعد يومين، وتاخد معاهم موعد على الانترفيو وبراحتك خالص، وتخاطب واحد واثنين وثلاثه وعشرين وثلاثين. التعب، اتعب قبل ما تيجي. ليه تيجي تتعب هنا؟ اتعب شويه في بلدك انك انت تدور. ما تجيش تدور هنا، ما تجيش تنط البحر وتقول انا هعوم وخلاص وربنا هينقذني. لا، مفيش الكلام ده. لا، عوم من وانت في بلدك، دور من وانت في بلدك، وابحث كتير قوي. تعالى هنا مطمن، تعالى هنا هادي البال، تعالى هنا معاك حاجه، معاك بلان كويس. يعني اقل شيء تكون جاي هنا عندك اصدقاء، جاي هنا عندك سكن، ده اقل شيء. ده اذا ما توفقتش انك انت تلاقي عمل، لان دول هيسهلوا لك نص المسافه. قعدت مع ناس هنا اقسم بالله كتير قوي، الناس اللي هي خلصت بسرعه دول كانوا جايين على ناس، الناس اللي تعبت ورجعت جايين ما يعرفوش حد، جايين لسه عايزين يتعرفوا هنا، جايين لسه عايزين يتعرفوا، رايحين يقعدوا في اوتيل 3 ايام، اليوم ب 200 دولار ادي صار، وبعد كده يقول لي فلوسي هتخلص في الاوتيل. طب هتروح فين؟ جايين واخدين سكن سياحي ب 2000 ب 3000 دولار الشهر، اليوم ب 100 دولار على المواقع، على الانترنت، استوديو صغير، جايين واخدين اسبوع بألف دولار. طب وبعدين؟ ما ينفعش خالص. كن هادي، ما تستعجلش، خليك ريلاكس، اهدى على نفسك خالص، ما تستعجلش. كندا مش هتطير، كندا مش هتمشي، كندا بقيالك، وانت خدت الفيزا خلاص، خدتها هتيجي. ادور، ابحث براحتي، وبعدين اجي. الكلام ده كله من الشارع، الكلام ده من ناس خدت عقود عمل، من ناس اشتغلت. حتى لو انت جاي مش عارف حد خالص كأشخاص، تكون عارف شغل حتى. يعني ممكن تكون اتوفقت انك انت لقيت شغل لكن مش عارف اشخاص، بقت سهلة. المهم ان انت تكون جاي بحاجة، مش جاي بزيرو، مش جاي مفيش حاجة، لا، تعالى بحاجة، تعالى عارف حد، عارف شغل، عارف سكن، عارف صديق، عارف ناس، عارف مدينة، عارف انت رايح فين. يا جماعة ده أهم شيء قبل ما تيجي كندا. أهم شيء، كل الناس اتفقت على كده، انك انت أهم قبل ما تيجي لازم تكون عندك الخطة بتاعتك، البلان بتاعك خلاص مخلصه وجاي، عشان ما تجيش هنا تلطش، ما تجيش هنا تلطش. السكن غالي، الشغل قليل، يبقى انت وبعد ما تيجي بقى خلاص، يعني ما عندكش حاجة خالص. يعني في ناس ما شاء الله عليهم، يعني قعدت مع ناس، يعني
لما قلنا تسهيلات وتسهيلات وتسهيلات، ربنا كرم والتسهيلات كانت من وسع. ودايما هنقول ودايما هنكرر، اسرع واسهل طرق الهجره لكندا هي فيزا السياحه اللي انت بتجيبها. وقلنا الفيديو ده، وقلنا في الفيديو اسرع واسهل طرق الهجره لكندا فيزا السياحه. ايوه دي اسهل واسرع طرق الهجره، اللي انت جاي بيها دي. بس عايزه تخطيط، عايزه بلان، مش عايزه ان انا ارمي روحي في البحر وخلاص واقول ربنا هينجيني. التسهيل كانت كتير والقبول كتير، وتقريبا النسب اللي كانت بتتقال نسب فعلا فعلا تبشر بالخير. يعني لما يقول لك في والنساء، الله اكبر ما شاء الله، النساء نسبه النساء تقريبا كانت 80% في قبول الفيزا، النساء لوحديهم. نساء كتير جت، وتقريبا العائلات كانت وصلت 60% في القبول، والرجاله لوحديها تقريبا حاجه و30 الرجال دايما اقل في كل شيء، ما نعرفش ليه. فلما قلنا لكم اسهل واسرع طرق الهجره هي فيزا السياحه ما كذبناش، لما قلنا لكم في تسهيلات كان كلامنا حقيقي. وهي التسهيلات اهي، ما هو ده اللي احنا فيه وبنتكلم فيه بسبب التسهيلات اللي حصلت والتسهيلات اللي كانت موجوده. الناس جت بقت فوق بعضيها. ايوه والله انا ما بحبش يا جماعه اصور حاجات مش كويسه. انا شفت ناس، اقسم بالله انا امبارح شايف ناس نايمه في الحدائق في الجناين، يعني لدرجه كانت معايا المدام بتاعتي، فبقول لها شوفي الناس نايمه، بتقول لي ما تصورهم. قلت لها لا عمري ما بصور، لا ما بصورش الناس دي. ده بسبب التسهيلات اللي احنا اتكلمنا عليها. ناس تانية قلنا الكلام ده، مش عايز اكرر الكلام، فلوسها خلصت. يقول لك عايز اشتغل اي حاجة، عايز اجيب اكل. ما تحطش روحك في الموقف ده يا جماعة. انت جايب فيزيت كندا، يعني انت شوف وضعك ايه وانت جايب فيزيت كندا وبيقبلوك وبيدوك فيزيت كندا. انت راجل عندك عمل كويس جدا، عندك مستوى مادي كويس جدا جدا، عندك املاك، عندك شهادات، راجل في اي بي. اللي بياخدوا فيزيت كندا دول ناس في اي بي فعلا. اتقبلت فيزيت كندا، تيجي هنا تتبهدل ليه؟ تيجي تنام في شارع؟ تيجي تقول ما معيش فلوس اكل؟ ليه تحط روحك في الموقف ده؟ انا خدت الفيديو مره واحده وما قطعتش فيه ومش هقطع فيه، لاني بحب الفيديوهات قوي اللي انا اتكلم معاكم فيه دايركت مباشر كده مني ليكم، زي حد بينصح اخواته فعلا. بحس ان انتوا اخواتي فعلا، فاخواته بقى ما يبخلوش عليه باللايك والشير والاشتراك في القناة. وان شاء الله نقدم لكم دايما كل جديد واخبار كويسة تفيدكم ان شاء الله، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.